جمهورنا جاهزين ولا مجاهزين؟ جاهزين جمهورنا، مخرجنا انا والجمهور والمتسابقين جاهزين. عطنا مشهد 3 2 1 اكشن. يا هلا واخا شلون؟ يا متى بتتم على هالحاله؟ عشان ما تستحي على يا امي معلش تقاتل ما تستحي يا جليل الكلام كلامك خطا ها قلت شيء انا الحين بطلت حجي انا اتكلم بتموت خلينا نشوف محمود بيفوز ولا لا. محمود انت ادري انت العيال كبرت والمشاغبين يعني العمل هذا شويه بعيد عنك، قرب المايك فوق. ايوه تعرف اسم العمل؟ لا للاسف لا. اسمعهم للاسف لا اسمعهم اسمع اسمع جمهور جمهورنا اسمعهم ولا ما تسمعهم؟ تعرف الزلم عبد اللطيف ما يقصر معاك ولا الجمهور يقصر ما شاء الله على قلب واحد درب درب الزلم يعني الدرب اللي الواحد يطيح فيه يقع فيه حلو بس ترى مو هذا السؤال المخرج ترى قاعد يعني يسوي حركات معي انا مالي شغل انا بريء ابي اسم الممثل اللي كان ينطق اسمع عبد السعد الرواح نعم ما هذا مو اسم اصلا مو اسم نهائيا حسين عبد الرواح لا 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 يلا يا جماعه ساعدوه عبد الحسين عبد الرود هم عبد اللطيف قاعد يساعدك لكن مو هذا سؤالنا بعد بعد اللي كان ماسك العقال اللي لابس قحفيه تعرف القحفيه؟ اللي طايه يعني طايه حلو اللي ماسك العقال رحمه الله على شو اسمه؟ علي المفيني علي شنو؟ المفيني علي المفيدي يقولها ايوه علي المفيدي وانت صح وانت صح وانت صح انا قاعد اكثر معاك بالاسئله ليش؟ عشان تتذكر الاسامي هذه وباكر في برنامج ثاني سواء كان اذاعه تلفزيون شارك ويانا تعرف الاجابات فانت فايز معانا شمري مجهزهم؟ اوه يا سلام يا سلام يا سلام هذه الهديه الاولى هديه مقدمه من مدينه المعلم للتسوق وقيمتها 100 دولار كاش عليك بالف الف عافيه والهديه الثانيه راح تكون قسيمه مسبقة الدفع بقيمة 60 دينار كويتي مقدمة من ليموزين الخنانقة، عمرك ركبت ليموزين؟ لا صدق ولا أنا. نفس تاخذني معاك. أكيد مكانهم شارع مطار والليموزين عارف ايش التشارجر؟ العربية تشارجر بس تشارجر أسود طويل أوي تاخذ العيال والأصدقاء وتاخذ قولة على خط البحر وعليك بألف عافية. تفضل. حياكم الله ويانا الساعة المباركة. شلون؟ اخذ معك لطيف ترى ساعدك وايد يستاهل.